السلام عليكم. ان شاء الله في الفيديو ده هنتكلم عن البروبورشنال كنترولر، ازاي ان احنا نعمله باستخدام الاوب امب علشان نحقق ان هو يكون انالوج كنترولر، وبعد كده هنعرف تأثير البروبورشنال كنترولر ده على السيستم بتاعي، سواء كنت بعمل تحكم على السبيد او البوزيشن. مبدئيا كده تعالوا نعرف ازاي ان احنا من خلال دايرة كهربية باستخدام الاوب امب نحصل على البروبورشنال كنترولر. لو عندنا اوب امب كده، فاحنا عندنا الدايره بتاعه الجين عامه، ان انا بيكون عندي الاوب امب كده، وبستخدم في الحاله بتاعتنا هنا بنستخدم النيجاتيف فيدباك، فبيبقى عندي هنا الانبوت بيخش على مقاومه، بعد كده بتخش على الانبوت النيجاتيف، وبيكون عندي هنا فيدباك ريزيستور متصله بالاوتبوت. فدي كده بالنسبه لي بتكون الفي انبوت، وهنا عندي الفي اوتبوت، دي هنسميها R1 مثلا، وهنا دي ال RF اللي هي الفيدباك ريزيستور. من القواعد بتاعت الاوب امب بنبقى عندنا كام حاجة كده لما بنعرفها من خلال المعلومات اللي بيديها لي، ببدأ ان انا اعمل analysis او design للسيركت. فمن المعلومات اللي انا عارفها عن الاوب امب ان الانبوت امبيدانس بتاعته بتكون ما لا نهاية، وبالتالي مفيش current بيخش على الانبوتس بتاعت الاوب امب، يعني معنى كده ان الكرنت اللي بيدخل عند الانبوت النيجاتيف والبوزيتيف بيساوي زيرو. دي كده بالنسبه لي المعلومه الاولى. المعلومه الثانيه ان الوظيفه بتاعته الاساسيه بتكمن ان هو بيكون الفي بلس بتساوي الفي نيجاتيف، يبقى انا دي كده بالنسبه لي معلومه برضو ان ايا كان الظروف بتاعت الدايره بتكون الفي بلس بتساوي الفي نيجاتيف. فانا هنا عندي مثلا يعتبر معطى ان الفي بوزيتيف متوصله على الجراوند، يبقى معنى كده ان هنا عباره عن 0 فولت، يبقى بالنسبه لي برضو الفي نيجاتيف دي دايما هلاقيها ان هي عباره عن 0 فولت. فدي كده المعلومه الثانيه. المعلومه الثالثه ان الاوتبوت امبيدنس بتساوي 0، ودي طبعا حاجه برضو بنسميها ان هي ايديال، يعني بحيث ان هي اسامبشن كده بيسهل عليا الاناليسيس بتاعت السيركت. فمن خلال المعلومات دي انا عندي هنا دي كده 0 فولت، فاقدر احسب التيار اللي بيعدي في المقاومه دي ان هو عباره عن الفي انبوت مقسوم على الار 1، يبقى ده كده الكرنت اللي بيمشي في الاتجاه ده. ومن خلال المعلومه اللي بتقولي ان مفيش كرنت بيخش على الانبوت النيجاتيف والبوزيتيف، فده معناه ان كل الكرنت اللي عدى في المقاومه ار 1 هو كمان هيعدي في المقاومه ار اف، وبالتالي لما احب احسب دلوقتي الفي اوتبوت من خلال السيركت اللي قدامي، يبقى الفي اوتبوت هتساوي التيار اللي ماشي في الار اف مضروب في الار اف، اللي هو الفي بتساوي اي ار اللي هي قانون اوم العادي جدا. طيب يبقى انا عندي دلوقتي التيار اللي ماشي في المقاومه ار اف هيكون عباره عن ايه؟ هيكون عباره عن الفي انبوت مضروب او مقسوم على الار 1، ده كده قيمه التيار. بس هراعي ان انا دلوقتي التيار ماشي من الزيرو للفي اوت، يعني معنى كده ان هيبقى فيه اتجاه نيجاتيف، فده كده قيمه التيار وباتجاهه وهيضرب في الار اف، فده معناه ان الفي اوت في الحاله دي هتكون عباره عن سالب ار اف اللي هي الفيدباك ريزيستور مقسوم على الار 1، وده كده بيمثل لي الجين مضروب في الفي انبوت. يبقى على حسب الانبوت اللي داخل هنا في السيستم بيتضرب في جين عباره عن ار اف على ار 1، فيطلع ده في الفي اوتبوت، يبقى انا كده حققت فعلا الجين. فمثلا لو مختار الار 1 تكون 10 كيلو والار اف وليكن مثلا 100 كيلو، فده معناه ان الجين بتاعي هنا في الحاله دي عباره عن 10. طيب نفس الدايره دي بنحقق بيها وظيفه تانية، وهي دايره السمر. يعني لو انا عايز اعمل في انبوت مثلا ناقص فولت تاني داخل، فانا اقدر احقق بنفس الدايره دي هي السمر بان انا اضيف انبوت كمان عليه. بمعنى ايه؟ ان انا لو دي كده عندي الدايره بتاعت الاوب امب، وعندي هنا برضو الفي بلس متوصل على الارضي، هنا السورس الاولاني للسيجنال وهنا السورس التاني، فاقدر ان انا من خلال ده يبقى انا كده عملت دايره سمر، ان انا جمعت حاجتين على بعض. فلو سمينا دي كده مثلا في واحد، وهنا دي عبارة عن في اتنين، ففي الحالة دي لو جيت عملت برضو نفس الاناليسيس بتاعتي، هلاقي ان انا التيار اللي ماشي في المقاومة دي اقدر احسبه، والتيار اللي ماشي دي في المقاومة هنا اقدر احسبه، لان انا عندي برضو النود دي عبارة عن 0 فولت، بما ان الفي بوزيتيف عبارة عن 0 فولت، وبالتالي مجموع التيارين هما الاتنين هيمشوا في الار اف. فلما اجي احسب الفي اوتبوت في الحالة دي هيبقى عبارة عن نيجاتيف، علشان اتجاه التيار من الزيرو للاوتبوت،
هيبقى مضروب. لو احنا افترضنا ان هنا دي كده ار واحد والار واحد الاتنين نفس القيمة، يبقى انا هنا هلاقي ان الاوتبوت في النهاية هيبقى في واحد زائد في اتنين على قيمة المقاومة، الكلام دوت مضروب في الار اف. فده معناه ان هي برضو ممكن نعيد صياغتها ان هي سالب ار اف مقسومة على الار واحد، ده كده قيمة الجين بس بإشارة سالب، مضروب في الفي واحد زائد الفي اتنين. فانا بستغل المعادلة دي كمان علشان لما باجي اشتغل مثلا في الكلوزد لوب بيكون شكل السيستم عندي ان انا بيكون عندي هنا في ريفرنس ده كده او السيت بوينت اللي انا عايز اشتغل عليها، بتعدي على سامينج بوينت اللي هي بلس ونيجاتيف، بعد كده بتعدي على البروبورشنال كنترولر، بعد كده البروسيس بالنسبة لي سواء كانت بوزيشن او سبيد، وفي الاخر بعمل هنا الفيدباك على النيجاتيف بتاع السامينج بوينت. فانا من نفس من خلال السيركت دي اقدر ان انا اعمل السامينج بوينت اللي هي اطرح الاثنين مع بعض، وفي نفس الوقت كمان عملت الكنترولر اللي هو ضربت في الجين اللي انا عايزه ار اف على ار واحد. فمن خلال كده يبقى انا محتاج هنا مثلا على الفي انبوت يبقى انا هنا هاخد النيجاتيف فيدباك، يعني مثلا اخد السيجنال دي اضربها في سالب واحد وعنديها على الاوب امب، يبقى انا كده دي هتبقى بالنسبه لي هي الفي بتاعت الفيدباك بس نعديها بإشارة سالب، يعني نعديها على سالب واحد الأول جين، وعندي هنا الفي واحد دي هتكون بالنسبة لي بتمثل لي الريفرنس بتاعي. فمن خلال السيركت دي قدرت ان انا احقق الكنترولر واقدر اطبق الفي اوتبوت دلوقتي على الموتور بتاعي. طيب لو نفتكر انا دلوقتي الفي الفيدباك دوت كنت هجيبه منين، لو نفتكر كده شكل الكيت بتاعتنا واحنا شغالين، فانا كان عندي هنا دايما في الفيدباك سواء كان سبيد اللي هو من التاكوميتر في الحالة دي او في البوزيشن من الاتنين دول، دايما بيوفر لي الفيدباك البوزيتيف اللي اقدر دلوقتي اخد السيجنال بتاعته واشوفها على الاسيلوسكوب، ولو انا عايز النيجاتيف بتاعته عشان اعملها كفيدباك يبقى انا هاخد اوصل من النقطه دي واحطها هنا، يبقى انا كده حققت النيجاتيف فيدباك بتاع البوزيشن كنترول، ولو عايز النيجاتيف فيدباك بتاع السبيد كنت هاخده من التاكوميتر بعد ما عدى على السالب واحد دي واروح اوصله برده على ايه الانبوت بتاع السامينج بوينت. فده كده كان فايدة الجزء اللي هو مدهولي ده كده الاوب امب اهو، دي كده تعتبر الانبوت ريزيستنس كلهم ب 100 واحد ب 100 كيلو، وعندي على حسب السلكشن بتاع الفيدباك ريزيستور دي بحدد بيها الجين سواء واحد او 3.3 من المعادلة دي كده، او المقاومة الواحد ميجا دي فتبقى بالنسبة لي الجين بيساوي 10، فعلى حسب السلكشن بتاع المقاومة كده انا بحدد الجين بتاعي. ده كده بالنسبة للكنترولر اللي هو البروبورشنال ازاي ان انا اعمله باستخدام الاوب امب، وكمان على الكيت اللي موجودة في المعمل ازاي اقدر اوصل فيدباك بالنسبة لي كسبيد او بوزيشن علشان احقق الكنترول سيستم بتاعي في هيئة كلوزد لوب. طيب لو رحنا دلوقتي على السيميو لينك علشان نحقق الوظيفة دي بالبلوك دياجرام، فانا عندي هنا كنا عاملين الموضوع بالشكل ده، فكان موفر لي هنا في الكنترولر ان هو مديني انبوت للريفرنس وعندي هنا انبوت للايه الفيدباك، فده كده بالنسبه لي حقق لي السامينج بوينت، وكمان بعد كده هيطبق عليها الشغل بتاعه. بعد كده دخلته على الدي سي موتور ترانسفير فانكشن، فده كده بالنسبه لي اكني شغال على السبيد كنترول، وابدا ان انا لو غيرت البي الاحظ الايه الاوت. طيب تعالوا كده نشوف كام تعليق على البروبورشنال كنترول قبل ما نبدا ان احنا نجرب عليه القيم. من خلال الكنترول سيستم اللي احنا كنا رسمينه من شويه، ان انا دلوقتي عندي الفي ريفرنس اللي هي ستيب بالنسبه لي وليكن كنا حاطينها في السيمولينك بواحد فولت، عدت على السامينج بوينت، بعد كده ده البي اي دي كنترولر اللي احنا دلوقتي هنشتغل ان هو بي عادي فيكون عباره عن جين وحاطينه في البدايه بواحد مثلا، بعد كده عدى على البروسيس بتاعتي اللي هي الجي اللي احنا كنا متفقين الترانسفير فانكشن بتاعتها عبارة عن 1/1 اس زائد 1 على اساس ان التايم كونستانت بتاع السيستم هو 1/10، وبعد كده يعمل الفيدباك بتاعه، ودي كده تبقى اللوب بتاعتي ككلوزد لوب بالنسبة للايه السبيد كنترول، يعني الاوتبوت هنا اللي طالع من الموتور عبارة عن سبيد. طيب من خلال الوضع اللي قدامي دلوقتي انا هنا الكنترولر او البي كنترولر ده عشان نعرف تأثيره ايه على السيستم، انا هنا الدخل بتاع الكنترول سيستم في الحالة دي او اللي داخل الكنترولر اللي هو البروبورشنال هو الايرور، اللي هو عبارة عن ايه الايرور الريفرنس بوينت اللي انا محتاجها ناقص الفيدباك بتاعي كسبيد عامل ازاي. فتعالوا كده نشوف البروبورشنال ده هياخد من الايرور او هياخد الايرور ده هيعمل فيه ايه،
وبعد كده يطلع الاوتبوت بتاعه على الموتور. عندنا كام حالة من الحالات بتاعت الايرور. والله ممكن يبقى الايرور موجب، ممكن يبقى الايرور صفر، ممكن يبقى الايرور سالب. كمعادلة ان انا عندي هنا الاوتبوت بتاع الكنترولر في الحالة دي هو عبارة عن قيمة الكي بي مضروبة في الايرور، فده معناه ان الاوتبوت بتاع الكنترولر ده هيبقى قيمة موجبة في حالة ان الايرور موجب، وهيكون بصفر لو الايرور بصفر، وهيكون سالب لو الايرور سالب. هي معادلة بسيطة جدا، مجرد فاكتور بضربه في الايرور. طيب ده معناه ايه؟ ده معناه ان لو انا شغال بالكي بي بس ككنترولر بروبورشنال بس في حالة الكلوزد لوب بتاع السبيد، دايما لازم يكون في ايرور. ليه؟ انا دلوقتي من معادلة الكنترول، معادلة البروسيس اللي هي الدي سي موتور بالجين اللي هو موجود واحد، ده معناه ان الفولت اللي هيتطبق على الموتور هيطلع منه في الفيدباك نفس الفولت. طيب بما ان انا دلوقتي في معادلة الاوتبوت هنا معتمدة على ايرور، فعلشان يطلع فولت للموتور لازم يكون في ايرور، وبالتالي عمري ما هوصل للست بوينت. ما طالما في ايرور يبقى في فولت طالع، فمع ده معناه ان الاوتبوت بتاعي عمره ما هيوصل للواحد. طيب هو هيوصل لايرور كام، او هيوصل في الاخر عند الستيدي ستيت هيوصل عند كام؟ في الحالة بتاعت الكي بي لو هي بواحد هلاقي ان الفاينل فاليو بتاعته وصل لنص. ليه نص؟ تعالوا نفترض دلوقتي ان السبيد بتاعت الموتور مع التاكوميتر لما لف بسرعة معينة طلعت نص فولت، فلما اجي اخد النص ده كفيدباك يبقى واحد ناقص النص هيطلع لي هنا نص، لما تتضرب في واحد يطلع لي برضو هنا نص، ففعلا النص فولت لما تطبقه على البروسيس اللي الدي سي جيم بتاعها بواحد هيطلع لك برضو سبيد بتساوي نص. فده معناه ان على الرغم ان الريفرنس بوينت بتاعتي واحد، الا ان الفاينل فاليو بالنسبة لي هنا بتساوي نص، وبالتالي عمري ما هوصل الستيدي ستيت ايرور بيساوي صفر. ليه؟ لان انا عندي هنا في السبيد كنترول انا دايما محتاج فولت علشان يبقى فيه سرعة، فطول ما انا محتاج فولت يبقى معناها ان انا محتاج في المقابل ايرور، وبالتالي عمري ما هوصل للفاينل فاليو، يعني عمري ما هوصل لان انا محتاج ايرور عشان الكنترولر اصلا يشتغل. طيب تأثير الكي بي بقى على الموضوع ايه؟ انا دلوقتي لما كانت الكي بي عبارة عن واحد كان الفاينل فاليو بالنسبة لي عبارة يعني في ايرور 50%. كل ما هتزود الكي بي كل ما هلاقي ان الستيدي ستيت ايرور بيقل. ليه؟ لان انا دلوقتي تخيل كده لو الكي بي مثلا اخترتها وليكن بثلاثة، فهلاقي ان الفاينل فاليو في الحالة دي تقدر ان هي توصل لبوينت 0.75، يعني 75% من الفولت. طيب هل المعادلة كده ماشية؟ تعالوا كده نجرب. انا عندي هنا 75%، لما تروح تطرح في السامنج بوينت يبقى الايرور في الحالة دي عبارة عن ربع، الربع ده لما يتضرب في 3 يطلع فعلا 75%، يبقى انا فعلا الانبوت هو الاوتبوت، يبقى ده كده بالنسبة لي الفاينل فاليو. فهلاقي دايما ان الستيدي ستيت ايرور عبارة عن واحد على واحد زائد الكي بي. فلو الكي بي بواحد يبقى كان الايرور 50%، لو الكي بي بثلاثة يبقى الايرور هيكون واحد على اربعة اللي هي 25%. فده كده المعادلة بتاعتي لو انا مستخدم الكي بي ككنترولر فقط مع الكلوزد لوب سيستم في السبيد كنترول. كل ما هزود الكي بي يبقى انا هلاحظ ان الايرور او الستيدي ستيت ايرور بتاعي هيقل، وفي المقابل السبيد او الرايز تايم بتاعي كسيستم بيزيد، يعني سرعته بتزيد للوصول للفاينل فاليو. طيب تعالوا كده نلاحظ ان احنا لما نغير التغييرات دي على السيستم مثلا في سيميولينك، تعالوا نشوف هل فعلا الكلام ده هيتم ولا لا. تعالوا كده احنا لو جربنا، تعالوا نجرب هنا الكنترولر كان بكام، تعالوا نشوف الجين بتاعه هنا البروبورشنال بواحد. لو جينا عملنا كده رن هتلاقي ان فعلا الفاينل فاليو هنا، هتلاقي ان احنا لو عملنا زوم كده طلعت فعلا نص، يعني في ايرور 50%. ولو جينا نشوف دلوقتي نضيف كمان للسكوب بتاعنا الاوتبوت بتاع الكنترولر شكله عامل ازاي، تعالى كده نجرب. ماشي هنعملهم في اتنين مختلفين مفيش مشكلة. لو عملنا كده رن
هتلاقي ان انا عندي هنا ال proportional output او الكنترولر output هنا كان بادئ في البداية بواحد ونزل لحد النص. ليه؟ لان انا عندي في البداية خالص كان الموتور واقف، يعني معنى كده ان الاوتبوت بتاعي زيرو وانا الريفرنس كان بتاعي واحد، فهتلاقي ان البداية بتاعتي ككنترول اوتبوت هي عبارة عن واحد ناقص الفيدباك بتاعي اللي هو زيرو لان الموتور كان واقف، يبقى الايرور في البداية كان واحد، لما يضرب في واحد يطلع واحد، يبقى انا عندي فعلا بداية الكنترول اوتبوت هو عبارة عن واحد، وبعد كده كل ما الايرور يقل لان الموتور بدأ يتحرك كل ما الايه الاوتبوت بتاعه كمان بيقل لحد ما يوصل للنص. على المقابل او في الناحية التانية بالنسبة للموتور كان في البداية السرعة بتاعته بزيرو، وكل ما الايرور او السرعة بتاعته تزيد يبدأ ان الايرور يقل لحد ما يوصل للايه الفاينل فاليو بتاعته نص، ويبدأ ان دي كده عند الستيدي ستيت ايرور 50%. طيب تعالوا كده نزود الكنترولر لتلاتة ونشوف الجيم بتاعه هل فعلا هيبقى 25% ولا لا. لو عملنا كده اوكي وعملنا رن، هتلاقي ان هنا دلوقتي تعالوا نشوف كده بداية الكنترول فين. اه فعلا بدأت البداية بتاعته عند تلاتة، فده كده بالنسبة لي فعلا لان اول ايرور اتحسب كان تلاتة ناقص صفر بتلاتة، او اللي هو واحد ناقص صفر لما اتضرب في تلاتة، يبقى ده كده بالنسبة لي اول اوتبوت للكنترولر ومع الوقت بيبدأ يقل. تعالوا كده نشوف الفاينل فاليو هنا فعلا طلعت ايه 75%، فده كده بالنسبة لي الايه الاوتبوت. طيب وفي المقابل تعالوا نقارن السبيد بقى، يعني انا دلوقتي هنا الرايز تايم، او اللي انا لو عايز احسب الرايز تايم بالنسبه للكنترول هنا، فهشوف هو وصل للايه اللي هو 90% من الاوتبوت بتاعه امتى. فتعالوا كده نلاحظ هو تقريبا وصل للنهايه عند من 1 ل 1 من 10 ثانيه. لو جينا نرجع الجين بالنسبه لنا لواحد، وتعالوا كده نشوف التايم بتاعه، فهتلاقي ان هنا اتأخر شوية عن الواحد واحد من عشرة على بال ما يوصل للايه للفاينل فاليو. فانا دلوقتي هلاحظ ان باستخدام البي كنترولر في حالة السبيد كنترول، ان كل ما هزود البروبورشنال بتاعي كل ما هقلل الستيدي ستيت ايرور، وفي المقابل برضو بزود سرعة السيستم، يعني الرايز تايم بتاعه بيزيد. طيب ده كده من ناحية البوزيشن او سوري السبيد كنترول. لو عايز اعدل السيستم بتاعي بحيث ان انا اعمل كنترول على البوزيشن، يبقى انا محتاج اضيف انتجرال، علشان احنا عندنا هنا البوزيشن هي عبارة عن الايه الانتجريشن بتاع السبيد. فلو جينا نضيف كده الانتجرال بتاعنا، هنلغي دلوقتي الفيدباك بتاع السبيد وهنضيفه هنا للبوزيشن. فدلوقتي برضو انا عايز الموتور يوصل لواحد، وحطيت هنا تعالوا نحط الجين بتاعنا عبارة عن بروبورشنال واحد، وتعالوا نشوف الاوتبوت بالنسبة لنا هيكون شكله عامل ازاي. لو جيت كده عملت رن، هلاقي ان هنا سوري ان ده كده الاوت بتاع السبيد، انا محتاج ان انا اضيف ده كمان. محتاجين نطلعه تاني. ماشي فلو عملنا كده رن، فده كده البوزيشن اهو، هتلاقي ان انا في البداية كنت واقف عند زيرو، او ان هو البوزيشن زيرو، ومع الوقت بدأ ان هو طول ما كل ما الموتر بيتحرك بيبدأ ان ايه يطلع لحد ما يوصل فعلا للواحد. فهنا ما بقاش فيه ستيدي ستيت ايرور خلاص، لان كده كده فيه انتجرال، واحنا عارفين الانتجرال في البروسيس بيشير الستيدي ستيت ايرور ده. فهلاقي ان انا دلوقتي عندي ايه بقى الترانسفير فانكشن ليه شكلها عامل كده. هتلاقي شكلها عامل كده لان الموتور في البدايه كان يعني ثابت ما بيتحركش، بعد كده بدأ ياخد انبوت من الكنترولر، فبدأ ان السرعة بتاعته بتزيد، فالفولت اهو بيزيد معايا، وبعد كده بعد يعني لما قرب يوصل بدأ ان هو الايه السرعة بتاعته تقل لحد ما وصل للبوزيشن اللي انا عايزه. فمعنى كده ان الايه الاوتبوت هيكون زيرو، لان انا عايز الموتور يقف في الحالة دي. ومن ناحية الخارج بتاع الكنترولر، هو في اول مرة خالص الايرور كان واحد واتضرب في جين واحد، فهلاقي ان الفيرست فاليو بتاعته كانت عبارة عن واحد، ومع الوقت كل ما بيوصل للبوزيشن اللي انا عايزه كفاينل كفاينل فاليو، يعني بيبدا ان الايه الاوت بتاع الكنترولر ده بيقل لحد ما يوصل للصفر. فهنا في حاله البوزيشن مش هلاقي ان في ستيدي ستيت ايرور، بس كل برضو ما هزود، لو جينا نلاحظ دلوقتي الرايز تايم او هو وصل في قد ايه،
حالنا هنا مثلا بدايته من واحد لحد ما وصل عند الستة تقريبا، عند مثلا الثانية رقم ستة وصل للفاينل فاليو بتاعته. كل ما هزود ال P برضو هلاقي ان انا عندي الحاجتين بيتغيروا، ان انا عندي ال rise time في الحالة دي هلاقي ان هو بيقل، يعني السيستم بيوصل اسرع للفاينل فاليو بتاعته. لو جيت عملت كده run فعند التلاتة هتلاقوا ان هو دلوقتي ايه، بدل ما كان بيوصل عند ستة لا ده دلوقتي وصل عند ايه اتنين، يعني خلال ثانية واحدة بدأ ان هو ايه عارف يوصل للفاينل فاليو بتاعته. فهنا نفس الكلام برضو، بدل ما كانت البداية بتاعته كان 1 فولت، لا ده هنا الاوتبوت بالنسبة لي بقى 3 فولت في البداية وبيقل لحد ما يثبت عند النهاية بتاعته. وهنا برضو السبيد زادت وبعد كده بدأت تقل لحد ما يوصل للايه للفاينل فاليو بتاعته. طيب لو زودت الجين عن كده كمان، تعالوا مثلا نخليه 10 ونشوف ايه اللي هيحصل في السيستم، هلاقي ان بدأ يعمل اوفر شوت لان بقى فيه انتجرال، فبقى ان هو يعني بدأ بسرعة زيادة عن اللازم لحد ما ان هو وصل عند الفاينل فاليو وكمان تعداها. فلما وصل بعد الفاينل فاليو بدأ ان هو الانتجرال ده محتاج عشان يرجعه تاني، فبدأ يسمشن ايرور بالسالب، فبدأ ان هو يديله يعني الاوت بتاع الكنترولر في الحالة دي بقى بيديله اشارة نيجاتيف علشان يعكس اتجاهه ويرجع تاني للسيت بوينت. فده معناه ان انا دلوقتي البروبورشنال لما زودته عن الحد في حالة البوزيشن كنترول بدأ ان هو يعمل لي اوفر شوت. طبعا الاوفر شوت ده ما كانش بيتم او ما كنتش بشوفه في حالة السبيد، لان كده كده ما كانش فيه حاجة تخليه يوصل للايه للاوفر شوت ده باستخدام الكنترولر اللي هو البي بس، كان يعني اقصى ان هو بس هيقلل الايرور وهيزود له سرعة السيستم، لكن ما كانش فيه اوفر شوت ممكن يحصل لو انا شغال بالبروبورشنال بس. فده كده اللي انا محتاج افهمه من ناحية البي كنترولر، ان هو تأثيره ازاي على سيستم ما فيهوش انتجريتور، وعندي تأثيره ازاي على سيستم في انتجريتور. ان انا كل لو انا كنت شغال سبيد فكل ما هزود البوزيشن او البروبورشنال بتاعي كل ما الرايز تايم هيقل، ان سرعة السيستم بتزيد، وفي المقابل ان الايه الستيدي ستيت بتاعي ايرور بيقل. وفي حالة البوزيشن كل ما هزود الكي بي كل ما انا برضو بزود سرعة السيستم، لكن بيبقى عندي مشكلة في حتة ان يحصل اوفر شوت. اتمنى الموضوع يكون يعني بعيدا حتى عن المعادلات، انا بس يهمني ان احنا نعرف الموضوع من خلال الارقام اللي بيتم، وازاي ان انا لما زودت ده تأثيره ايه على السيستم في حالة الكلوزد لوب، سواء كنا شغالين في السبيد او في البوزيشن. ان شاء الله في الفيديو الجاي هنتكلم عن الانتجريتور وازاي ان هو برضو بيشتغل في حالة السبيد وفي حالة البوزيشن، وامتى احتاجه اكتر في الحالتين دول. شكرا واشوفكم الفيديو الجاي.